بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 44. الحمد لله يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، فالحديث لا يزال موصولا باقتباس الأضواء من فتاوى الحبر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتختص هذه الحلقة باقتباس أضواء من كلامه على حكم دعاء غير الله عز وجل. قال رحمه الله: والمراتب في هذا الباب ثلاث، إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجيرك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي ونحو ذلك، فهذا شرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، قد يتمثل له في صورة الذي استغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله. كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك. ومثل هذا يقول الشيخ: وقع كثيرا في زماننا وغيره، وأعرف من ذلك ما يطول وصفه. وهذا أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى. وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي، كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. وأعظم من ذلك أن يرى أن السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجه، وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه أفضل من حج البيت عدة مرات ونحو ذلك، فهذا شرك بهم. وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. الثانية أن يقول للميت أو الغائب من الأنبياء أو الصالحين: ادعوا الله لي، أو ادعوا لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما يقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. وإن كان السلام على أهل القبور جائزا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، وكذلك أنس بن مالك وغيره. نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبل الحجرة. وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار لهم، فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله، ولا من له في الأمة لسان صدق عام. ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، يعني الشيخ رحمه الله، ويكون دعاؤه في المسجد لا عند القبر، لأن القبور لا يدعى عندها، كما ذكر ذلك الشيخ في عدة مواضع مما سبق نقله عنه في هذا البرنامج وغيره، الله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: واختلفوا في وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة،
وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة، وقيل يجعلها عن يساره، فهذا نزاعهم في وقت السلام. وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة للحجرة. والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، كذب على مالك، ليس لها إسناد معروف، وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق والقاضي وغيره، مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم، فأنكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولا ريب أن الأمر كما قال مالك، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم، ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم. والداعي يدعو الله وحده، وقد نهي عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى كما نهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فلا يجوز أن يصلى إلى شيء من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لهذا الحديث الصحيح. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء. فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله، فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى، فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا ولا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك. ولا يجوز أن يشتكي إليه من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشتكى إليه ذلك في حياته، لأن الشكوى إليه في حياته لا تفضي إلى الشرك، والشكوى إليه بعد موته تفضي إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا، ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته، فقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم يصلى خلفه، ولا يجوز بعد موته أن يصلى خلف قبره، وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته، وأمثال ذلك كثير، والله أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.